استقبل معالي المشير ركن الشيخ خليفه بن احمد ال خليفه القائد العام لقوه دفاع البحرين في القياده العامه وفدا من كليه الدفاع بحلف شمال الاطلسي الناتو برئاسه اللواء جانوسيز بروغريسكي آمر كلية الدفاع بالناتو بمناسبة زيارته للبلاد وخلال اللقاء رحب معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين بوفد كلية الدفاع بحلف شمال الأطلسي مشيدا معالي بالعلاقات الطيبة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين مع حلف الناتو حيث تم التأكيد على تطوير هذه العلاقات والتنسيق القائم بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك